حلو عجبك؟ حلو. عايز اسالك على حمدي فتحي، حسين شحات قلت له هو هيكمل مع النادي الاهلي، حمدي فتحي هيكمل ولا لا؟ حمدي فتحي على ما اعتقد بنسبه كبيره هو مش هيكمل. الموضوع محسوم خلاص ان حمدي فتحي خارج. الاهم هو بديل حمدي فتحي، لاني انت هتسيب لاعب مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي، لاعب من اهم اللعيبه اللي موجوده في نص ملعب الفريق. مش بس عشان هو مهم، هو كثير من اللاعبين مهمين، بس حمدي فتحي تحديدا ادواره معقده جدا مع كولر تحديدا. بالظبط، اضاف له حاجات كتير بالزبط. وهو تطور، مفيش لاعب شبهه يعني. بالظبط، قدم موسم اعتقد ده من افضل مواسم حمدي فتحي. صح. مع النادي الاهلي بديل حمدي فتحي هو المهم. الاهلي بيتفاوض مع بوبو بنسبه كبيره جدا ليكون بديل حمدي فتحي. انا اتوقع ان بوبو هيكون حاجه مهمه قوي قوي، بل ممكن يكون قنبله خط وسط النادي الاهلي مع كولر. بوبو لاعب بيعرف يتقن حته القادمون من الخلف بشكل هايل جدا، بيشوف برجليه الاثنين، بيسدد من بره منطقه الجزاء، ودي الحاجات دي اللي بيحبها كولر في نص الملعب، ان يكون عنده ادوار هجوميه بيعرف يجيدها. بوبو ممكن يكون محتاج يتطور في الجزء البدني شويه، وده اللي هيشتغل عليه كولر. فانا اعتقد ان صفقه بوبو هتكون صفقه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في حاله رحيل حمدي فتحي في الصيف الحالي. قلت لي قبل ما نخش الهوا انه انت عايز تقول لي كلمه السر فوز الاهلي بالبطوله الافريقيه، ايه كلمه السر؟ كلمه السر هي ثقه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة في كولر بعد هزيمة الأهلي من صن داونز بخماسية. كابتن محمود الخطيب وصل رسالة لكولر بعد الخماسية كان معناها إحنا بندعمك كمل، إحنا بندعمك كمل. في الوقت ده هو الوقت ده اللي كان سبب رئيسي إن الأهلي حقق بطولة أفريقيا. أنت في اللحظة دي كان ممكن تعمل حاجة صغيرة تهد كل حاجة أنت بنيتها، في وقت أنت أصلا مفيش أي اختيارات غير أنك تكمل. فقرر الاهلي ان هو يكمل في اللحظه دي، وقرر مجلس الاداره ان هو يثق في كولر وفي اللاعبين في اللحظه دي. فكانت النتيجه ان الاهلي كسب القطن 4، ان الاهلي كسب بعدها القطن الهلال 3، كسب فاركو 3، كسب سموحه 2، كسب سموحه 2، وبعدها كسب الرجاء 2. النتائج كانت ايجابيه بعد اللحظه دي، ومن هنا كانت انطلاقه الاهلي الحقيقيه في بطوله افريقيا او في الدوري استكمالا للفوز. عظيم.